جمرة الجولان عنوان المقال الذي اتخذ زاوية من دفتر الوطن لهذا الأسبوع بإمضاء الكاتب الكبير الأستاذ حسام ميم يوسف، عارضا لأهم الأحداث التي تتعلق بالجولان عبر الزمن وبين التاريخ والجغرافيا المكان وأهم المواقع الأثرية والأحداث المفصلية اللي مرت على المنطقة. من صباحنا غير رح نعيد قراءة المقال مع الأستاذ حسن ميم يوسف. يسعد صباحك. يسعد صباحكم. أنا أهلا وسهلا فيك. صباح الخير تحياتي لأهلنا في الجولان. طبعا تحيتنا معك من ضمن صوتنا لصوتك أكيد أستاذ. شكرا لكم. أنا بعتقد أنه هذا الشيء الذي حصل، وأنا أصفه بالشيء لأن الشيء خارج إطار الحياة، أنا بعتقد هذا التوقيع المشؤوم الذي وقعه ترامب محكوم عليه من قبل التاريخ، من قبل الحضارة، من قبل كل القوى الحية في هذه المنطقة. وأنا بعتقد أن مملكة القدس عاشت حوالي 100-180 سنة، وأنا أعتقد أن دولة هذا الكيان الصهيوني الغاصب لن تعيش نفس المدة التي عاشتها دولة القدس التي حكمها الفرنجة، التي أسسها الفرنجة كمستعمرين استيطانيين استحلاليين، لأنه هن انشالوا شعب، حاولوا يعني أبادوا العرب المسلمين والمسيحيين عندما جاءوا الفرنجة اللي بيسموا نفسهم صليبيين وهم لا علاقة لهم بالصليب لا من قريب ولا من بعيد. نعم. منذ أن سمعت عن هذا القرار كانت الجولان كجمرة تتوهج في عقلك، ممكن نحكي عن أول ردة فعل صابتك بعد ما عرفت بقرار ترامب مشان الجولان؟ دعيني أعترف لك أنه أنا كنت مهيأ، لأنه دائما هو يعني كان عم بيعلن بأشكال مختلفة عن نيته القيام بهذا الأمر المشؤوم، بس حقيقة يعني المعرفة شيء والألم شيء آخر. أن تعلمي أنه يعني هذا الجرح البسيط الذي سوف تحدث السكين في يدك أنه هذا سوف يلتئم ولا يشكل خطر على حياتك، هذه المعرفة لا تقلل شيئا من شعورك بالألم، لأنه الألم سيد مستقل بنفسه لا يخضع للمنطق. ولذلك فعلا يعني أنا أسبوع هيك يعني أسبوع حتى يعني الأمر دخل إلى النوم تبعي. شيء شنيع الذي يجري في هذه المنطقة، بدءا يعني هن هذه المنطقة هي مهد البشرية. نعم. يعني تحديدا هلأ في هناك فهم مغلوط إنه والله سوريا هي جسر بين حضارتين كبيرتين، حضارة وادي النيل وحضارة ما بين النهرين، يعني إلا إنه الحقيقة من يدرس التاريخ يجد إنه سوريا لم تكن مجرد جسر، كانت قلب حضارة واحدة. نعم. إلها جناحين، وادي النيل وبين النهرين، وبدليل أنه يعني هذه الأرض السورية قدمت للبشرية أول أبجدية، أول نوطة موسيقية، أول معاهدة سياسية، أول قاموس في تاريخ البشرية، أول حبة قمح زرعت في تاريخ البشرية زرعت هنا في سوريا حيث تقع الآن بحيرة سد الأسد. يعني نحن لسنا مجرد جسر يعبر عليه الآخرون، نحن هذا سوريا، والجولان منها في القلب هي مركز هذا العالم. وليس صدفة أنه في شاعر سوري قبل 2400 سنة اسمه ميلاجر بيقول صور ولدتني وجدرة التي هي في سوريا ربتني، فإذا كنت سوريا أين هي الغرابة؟ أيها الغريب نحن من بلد واحد هو العالم، وشيء واحد أنتج كل البشر. نعم. سوريا هي بلد واحد هو العالم، هي خلاصة العالم كله. لا توجد حضارة حقيقية إلا ولسوريا يعني حصة منها، يعني نعم. الحضارات الكبرى صحيح أنه يعني مثلا طبعاً. حضارة أمريكا اللاتينية وحضارة الهنود الحمر، ولكن أجدادنا الفينيقيين من الشاطئ السوري اكتشفوا أمريكا قبل كولومبوس بقرون، وهناك دراسات وهناك آثار
تطمس لحد الآن، تخبى وتوصف بأنها زائفة، ولكن آثار فينيقية موجودة في أمريكا. نعم. وهناك كتاب صدر قبل بضعة أعوام، الفينيقيون في أمريكا. نعم. لهيك يعني أنا بعتقد أنه يعني مين ترامب؟ مين أمريكا؟ يعني أمريكا اكتشفت عندما خرج العرب من الأندلس عام 1492، والذين اكتشفوها معظمهم بحارة عرب على فكرة، اللي راحوا مع كولومبوس ناس هربانين من الاضطهاد لأنه انهارت الدولة العربية بعد ما أبو عبد الله الصغير سلم غرناطة، فمعظمهم هن كانوا سادة البحار، اشتغلوا بحارة معه مع كولومبوس وراحوا إلى أمريكا. أمريكا كل عمرها يعني 1492 حتى الآن، بينما يعني أقدم نوتة موسيقية اللي اكتشفت في تاريخ البشرية قديش عمرها؟ عمرها 5000 سنة، 5200 سنة تقريبا. لهيك بكل بساطة يعني مرت على هذه الأرض الكثير من الجحافل، واستطاعت هذه الأرض أن تحول كل من مروا عليها كغزاة إلى غبار. نعم أكيد كلهم. وعندما سيقف المواطن العربي السوري فوق تراب الجولان سيكون ترامب هو مجرد حفنة من الغبار. نعم يعني أستاذ حسن، مثل ما حكينا الجولان سوري، جميع الحقائق التاريخية والجغرافيا تؤكد أن الجولان سوري وسيبقى سوري بخيراته بترابه بجميع تفاصيله الجولان سوري. لكن نعم. اليوم من خلال قراءة حضرتك وقراءة جميع المثقفين يلي قالوا كلمتهم أنه قرار ترامب لا يقدم ولا يؤخر، وأي كلام بأن الجولان غير سوري هو غبار، لا نستطيع الوقوف أمام هذا الكلام. حضرتك اليوم شو بتحب توجه كلمة اليوم لجميع المثقفين ولكل حدا عم يسمعنا اليوم؟ أريد أن أقول أنه مع الأسف نحن حقيقة لا نعرف تاريخنا جيدا، لا نعرف حجم الكنوز التي تحتوي عليها هذه الأرض، أرضنا. يعني أنا عندما كتبت مسلسل إخوة التراب اكتشفت أنه تاريخ سوريا غير مكتوب، حقيقة غير مكتوب. يعني مثلا كثيرون لا يعلمون أنه مثلا المتنبي عندما ذهب إلى مصر ومدح كافور الإخشيدي لكي يعطيه ولاية لكي يصبح حاكم، كانت لديه سوسة الحكم، يريد أن يحكم. وعندما هرب من مصر، هرب من كافور الإخشيدي، طلع تهريب، فكافور أرسل وراءه مجموعة من القتلة ولحقوا به، كادوا يقتلوه في كفر عاقم. والمتنبي كتب قصيدة طويلة عن هاي المسألة، في مذكورة كفر عاقب. يعني أي واحد لديه أعمال المتنبي يستطيع أنه يطالع الأبيات. مثلا نحن ما نعرف يعني رجم الهري اللي موجود بالجولان، يعني قطره أكثر من 155 متر. وعدت القراء أنك تكتب يعني على بالمقال القادم أستاذ. في ناس بيقولوا أنه هي عبارة عن مثل دليل للمحطات الفضائية، في ناس بيحكوا إلى حد الآن رجم الهري ما حدا بيعرف بالضبط، ما حدا بيعرف بالضبط شو الهدف منه. نعم. في ناس بيقولوا أنه هذا عبارة مدافن، في ناس بيقولوا أنه هي قلعة دفاعية، بس هو عبارة عن سبع دوائر، دائرة داخل دائرة، كل دائرة الجدار تبعها عرضه مترين وارتفاعه مترين. شيء غريب جدا، مئات آلاف الأطنان من الحجارة مستخدمة في بنائه. نحن اللي بنعرفه عن الجولان يعني بنعرف أشياء كتير محدودة. لهيك أنا بعتقد أنه مسؤولية المثقف، مسؤولية الإعلامي في هذا الوقت، أنه بكل بساطة يكشف للمشاهد وللقارئ العادي كنوز الجولان، أهمية الجولان. نعم. في 32 ملك غساني حكم الجولان، 32 ملك. يعني قديش عمر هذا الكيان المصطنع اللي اسمه إسرائيل؟
وشيء مضحك انه والله مين بيجي بيوهب الجولان لاسرائيل؟ واحد من امريكا. يقال انه ابوه سوري على فكره، ترامب من فتره نشر وثائق بتقول انه ابوه سوري. يجي واحد من دوله مبنيه على الاغتصاب. امريكا عندما نشات كان في بامريكا من 400 شعب من الهنود الحمر، 400 شعب، 120 مليون يقدر عددهم. بعام 1900 قديش بقي منهم؟ بقي منهم مليون. أفظع جريمة ارتكبت في تاريخ البشرية. بعد منها جريمة العبودية. 60 مليون واحد اقتلعوا من ديارهم في أفريقيا وأخذوا إلى أمريكا وأوروبا. 60 مليون، 30 مليون ماتوا أثناء النقل لأنه كانوا ينقلون مثل البهائم مربوطين على ألواح من الخشب، وكانوا كل شيء ما فيهم يقضوا حاجاتهم الطبيعية إلا تحتهم. شيء يعني الإجرام الذي مارسه الاستعمار بحق البلدان الفقيرة، البلدان التي لا تحسن الدفاع عن نفسها، إجرام لا حدود له، إجرام فظيع. وأقصى أشكال الإجرام أنك تجي تشيلي شعب وتحلي شعب آخر محله. يعني هذا الشيء اللي عملوه الصهاينة في فلسطين وفي الجولان وحتى في سيناء. يعني كثير من الناس بيظنوا أنه الأطماع الصهيونية على الجولان بدأت عام 1967. الوثائق التاريخية شو بتقول؟ الوثائق التاريخية أولاً الحركة الصهيونية اللي هي حركة استعمارية عنصرية قام بها مجموعة من يهود أوروبا ما لهم علاقة بالمنطقة نهائيا. هاي الحركة الصهيونية هن ببالهم بيعرفوا أنه من يملك المياه، من يملك المياه يملك المستقبل في المنطقة. ولهيك بكل بساطة وين في مياه بسوريا؟ الجولان. في نهر الليطاني ونهر الأردن. لهيك بكل بساطة هن بعام 1921 لما صار مؤتمر السلام بعد الحرب العالمية الأولى اللي تقاسمت فيه الدول الاستعمارية الكبرى المنطقة، يعني هن راحوا على هذا المؤتمر الصهاينة وطلبوا انه والله طلبوا بس ما يعني لم يكونوا متمكنين من رقاب حكام الغرب آنذاك كما هم الآن. أيضا في الحديث عن أهمية الجولان تاريخيا، ما بدنا نستفيد بالحديث عن أهمية الخيرات وأهمية موقعه، وأيضا كان يسمى جشور بالآرامية لأهمية هذا الموقع. خلينا نحكي عن هي الفكرة دكتور، أدي فعلا أستاذ حسن، أدي فعلا هي أخذت بعين الاعتبار وكان مخطط لها من قبل الأطماع الصهيونية. دعيني أعبر عن أسفي لأنه نحن فعلا لا ندرك أهمية هذه الأرض التي منحنا إياها الله، اللي نحن عاشوا عليه آبائنا وأجدادنا، ونحن يمارس علينا نوع من التفقير. يعني أنت بتلاحظي أنه السوريين دائما كل هلأ ليس صدفة أنه إمتى صارت الحرب إمتى صارت المجاعة الكبرى في سوريا؟ بالحرب العالمية الأولى، يعني مثل هذه الأيام كان عدد سكان دمشق 300,000 شخص، مات نصهم 50% من سكان دمشق ماتوا بسبب عمليات التجويع والإبادة والتهجير. فعمليا نحن مستهدفين. هذه المنطقة غنية جدا، يعني مثلا الأستاذ الدكتور فوزي شعيبي، عماد فوزي شعيبي، كشف أسرار عن الثروات النفطية الموجودة في المنطقة، ليس في سوريا فقط، موجودة في سوريا ولبنان وفي قبرص بالمنطقة كلها. على فكرة قبرص هي دائما كانت مستعمرة سورية، وهذا الشيء ما حدا بيعرفه من الجيل الجديد مع الأسف. إنه يقال أنه 4 آبار مقابل اللاذقية فيها من النفط ما يعادل إنتاج الكويت. نحن الآن المواطن السوري يعني هو صار انطبق علينا بيت الشعر الذي يقوله الذي قاله المرحوم سليمان العيسى: كالعيس في البحر في الصحراء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. نحن ممنوع أنه نستثمر ثرواتنا الطبيعية، ممنوع نشوف الشمس، ممنوع نرفع روسنا.
لهيك بكل بساطة هلا كل الحكام العرب، لا أريد أن أقول كل، معظم الحكام العرب كلهم هدون مقدمين الولاء والطاعة في البيت الأبيض وللوبي الصهيوني اللي عاصمته واشنطن، أقول عاصمته وليست عاصمة أمريكا، واشنطن عاصمة اللوبي الصهيوني، والذي يأمر ويحكم حقا هو اللوبي الصهيوني، بدليل أنه ما جرى، يعني ما جرى أن واحد لا يملك، واحد ما معروف قرعة أبوه منين بيجي. والله أنا حبيت كثير هذا الفيلم الصغير القصير اللي أنتجتوه مع الفنان الكبير أستاذنا الحبيب دوريد لحام، أنه هو بيمنح كاليفورنيا للمكسيك. أنا برأيي حقيقة متساويين، هذا الفيلم القصير هذا لأنه شيء ذكي، لأنه شيء لطيف. هاي هي اللغة اللي لازم نحارب فيها، لغة الفن الذكي المثقف الواعي الجميل. أكيد، وأنا بعتقد أنه نحن نملك ذخيرة لا حدود لها، يعني نستطيع، لدينا هذه الأرض تعطينا ذخيرة لكي ندافع عنها. نحن لا نحسن استخدام هذه الذخيرة، ليست المشكلة في الثروات ولا في الأفكار ولا في الإمكانيات، المشكلة أنه حقيقة نحن كسالى. ولا أبرئ نفسي حتى، مع أنه أنا بشتغل كتير، بس أنا لا أبرئ نفسي، لأنه حقيقة يعني شو عم يشتغلوا الشباب؟ وين المثقفين؟ وين المخرجين؟ وين كتاب الدراما؟ يعني حقيقة شيء يثير العجب. لنرجع أستاذ على مقالك، أكيد بدنا نوجه أول شيء تحية للفنان الكبير دوريد لحام، وبدي أقول له كمان كان لي الشرف الكبير أن أكون أثناء رده على ترامب. وبدي أقول لك أستاذ، ليش كانت نهاية مقالك برد الفنان الكبير دوريد لحام، ليش نهاية مقالك فيها؟ لأنه حقيقة هي أهم شيء عمل لحد الآن في الرد على هذا المخبول اللي هو ترامب، حقيقة لأنه بكل بساطة الرسالة يجب أن تكون خفيفة بمعنى، وبنفس الوقت عميقة منشان تطير. هلأ الناس ما بينتبهوا أنه بيكون عنده فكرة قوية كتير فبيحطها بسطل من الكلمات فبتضيع الرسالة، بتصل بفكرة بإبداع. يعني في ذكاء بالرسالة، والرسالة صحيحة تماما، صحيحة وأديت بشكل مرهف وجميل وخفيف ظل، لهيك بكل بساطة هي خطوطة مثل الرصاصة، مثل الرصاصة تماما، يعني أهميتها أصابت الهدف تماما. لا وهو مقلد توقيع ترامب وحتى أنا لغة الجسد تبعه لما بيمسك وبيعرض الشيء اللي عامله، يعني أنا بعتقد على بساطتها هي كانت بتصير بصريا، ممكن كانت تصير أحلى، يعني نشغل على التفاصيل أكثر، بس الفكرة نفسها قوية. نعم. وأنا أحيي الأستاذ دوريد لحام، دائما هو سباق للأشياء الجميلة. أكيد. نعم. أكيد، تحية له من وجهها معك أستاذ. أكيد، كمان اليوم عم نحكي عن هذا الجانب، السخرية في تناول مثل هذا الموضوع، يعني برغم أنه ترامب كان أنه هو إنسان قوي عم يأخذ قرارات، عم يتحكم بمصير شعب كامل، إلا أنه تم الرد عليه بهذا النوع من السخرية، فهذا الشيء فعلاً قد ممكن يأثر بكل العالم، خاصة أنه شفنا مثل هذا الفيديو انتشر على كافة القنوات سوف الأجنبية. تفاجئين بعدد المشاهدين يعني. نعم. يعني ليش؟ لأنه مثل ما قلت لك أولاً ليس مطول، رسالته واضحة. نعم. مختصرة، الأداء تبعه حلو، حامل الرسالة شخص محبوب من قبل كل الناس تقريبا. نعم. ما عدا أعداء سوريا طبعا، لأنه نعم. في ناس يتهمون الأستاذ الكبير دوريد لحام اتهامات ما أنزل الله بها من سلطان. على كل حال أنا بعتقد أنه نحن يجب، وهي الشغلة سبق وقلتها بفيلم اسمه رؤية صلاح الدين، يجب أن نطلق سراح عقولنا، نفكر خارج الصندوق، نكتشف الكنوز اللي بين أيدينا ونحطها بالضوء، نعرف يعني تماما. مع الأسف نحن في عندنا تبر، لكن تبر غير الذهب،
التبر هو الذهب الخام. نعم. بدنا نسكبه ونصيغ منه قلائد نحطها بعنق بلدنا. نعم. هذا التبر اللي لدينا وهو كثير جدا يحتاج للمثقفين وللمبدعين وللفنانين يشتغلوا عليه، يعملوا منه خواتم وأساور وعقود، ويعملوا منه أشياء بالغة الجمال توضع في عنق سوريا. هاي هي المهمة. نعم. وهي ليست مهمة سهلة على أكيد. الإطلاق. أكيد. يعني أستاذ حسن نحن فعلا سعيدين جدا بوجودك معنا لليوم. مقالتك هي كلمة من مثقف ومن إنسان راقي فعلا، إن كان لسوريا وإن كان من ينعب من دول الغرب. بدي أتشكر وجودك معنا لليوم. شكرا. وصوتك لكم. بتمنى يوصل لجميع المثقفين والكتاب والمفكرين. شكرا للإخبارية السورية. أنا بعتقد دائما ما بعرف، دائما عندي احساس باني مقصر، ممكن لانه الفئه اللي انا بنتمي لها مقصره، مع انه والله انا بشتغل كثير. بس يعني مع ذلك لا نتشكرك كثير. واكيد مو الغريب عليك تكون من اكثر 100 شخصيه مؤثره في العالم العربي، واكيد ان لقاءات قادمه استاذ. شكرا. شكرا لك. شكرا لكم. اهلا. شكرا. صباح.